وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالان، ممكن أقول الاثنين ورا بعض عشان خاطر لما بقول اتفضلي سؤال ان شاء واحد. الله من الممكن بإذن الله. جزيت الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا طبعا لي ظروف خاصة وقاعدة لوحدي، فأولا أنا بصلي حاليا، الألم اشتد علي فبصلي وأنا نايم، دي حتة بصلي وأنا نايم، دي أول حاجة عايز أعرف حكمها إيه. الحكم الثاني يا شيخ يعني مصطفى، انت عاجزة عن الصلاة وانت قائمة تصلي وانت نائمة؟ اصلي وانا نايمه، الالم في ظهري شديد اي جدا نعم نعم جدا. خلاص، علم علم. الثاني ماشي، جزاك الله خيرا. حياك. السؤال الثاني، لو انا في بيتي مثلا بكافح عشان اعمل امور دنياية او امور حاجتي وانا بعاني من اللي انا بعمله، لان انا لوحدي في امور فيها مشقه وصعوبه عليا، الامور الصعبه عليا اللي انا بكافح فيها دي اجر فيها من الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله جزاكم الله خير. وجزاك يا الأخت ذات الظروف الخاصة التي لا تستطيع أن تصلي قائمة لشدة الآلام التي بها، فصلت نائمة إذ هو أيسر عليها، لا بأس بذلك. لقول عمران بن حصين رضي الله عنه: كانت بي بواسير فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. كونها تكافح حتى توفر احتياجات الحياة تثاب على ذلك؟ نعم إن شاء الله تثاب على ذلك بإذن الله، والأجر على قدر النصب. السلام عليكم.